tell me when you are ready, tell me. خلاص ready. Ready؟ ماشي. نتكلم على الأكيوت سينوسايتس. النهارده هنتكلم على الأكيوت سينوسايتس والكرونيك سينوسايتس والكومبليكيشنز. أكيوت سينوسايتس هنشرحها في الأيتيمز اللي احنا كل مرة بنشرح فيها. Definition, etiology, incidence, pathology, symptoms, signs, investigation, treatment, differential diagnosis, complications. Like definition, acute inflammation of the mucosal lining of one or more of the paranasal sinus. Etiology, عندنا organism وعندنا route of entry. The organism Streptococcus pneumonia و Haemophilus influenza وفي الأطفال Moraxella catarrhalis. Type, route of entry. هل الانفكشن هيدخل منين؟ لو عندي sinus هنا كده، Maxillary sinus. هو إيه الفتحة الوحيدة اللي موجودة؟ على النوز. فلازم الانفكشن مينلي هيبقى نيزل او دنتال لو في حاجه في السنان او اكسترنال بقى حاجه جايه من بره نيزل اي حاجه في النوز اي راينايتس اي كومن كولد اي فورم بودي اي اكزام زي بتاع اي بوليوتد ووتر سويمنج ودايفنج في البوليوتد ووتر حطينا نيزل باك اي حاجه تعمل راينايتس ممكن تعمل ساينوسايتس دنتال دنتال انفكشن والدنتال اكستراكشن دنتال انفكشن حصل ايه بك الانفكشن هنا اكستند للساينس او دنتال اكستراكشن وعمل اورو انتر الفيستا قلنا طبعا هيحصل هنا ساينوسايتس واكسترنا لو حصل حاجه اسمها كومباوند فراكشن عشان تقروا في الجرايد كده يقول لك ان فلان حصل حادثه ومش عارف مين جاله كسر مضاعف عارفين يعني ايه كسر مضاعف؟ بدل ما تعتقدوا ان كسر مضاعف دي حاجه خطيره قوي لا هي كلمه كسر مضاعف معناها ان الجلد اتفتح هو العادي انتوا كام واحد فيكم شاف واحد ايده مكسوره ولا رجله مكسوره؟ فيري كومن. الجلد مفتوح؟ غالبا لا، يعني غالبا الجلد ما بتقطعش، فده اسمه سيمبل فراكشن. كومباوند معناها ان الجلد كمان اتفتح. فلو حصل حادثه ولا حاجه وحصل كومباوند فراكشن في المكزيلا فطول ما الجلد سليم خلاص الانفكشن هيجي منين؟ لكن لو الجلد اتفتح والعظمه اتكسرت هيحصل بقى ايه؟ انتري للاورجانيزم. طيب. حد يقول لي الكلام ده قلناه فين قبل كده؟ بالظبط الاكيوتوتاكس ميديا بالظبط اكيوتوتاكس ميديا اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميكوزا لاين وسميتري الكليف الاورجانيزم ستريبتوكوكس ديمونيا هيموفلوكس هم وفي الاطفال مورجزيلا كاتاراكس روت اوف انتري في الميدل ايد كنا بنقول عن طريق الاوستيكال تيوب او اكسترنال هنا برضه بتقول نيزل او اكسترنال او دنتال ليه هم متشابهين كده والاورجانيزم هو هو؟ عشان هو النوز هي اللي بيحصل منها انفكشن في الايد ما هو نفس الاورجانيزم خلي بالك يعني هم نفس الاورجانيزم اللي احنا بنحفظهم. يعني المفروض تاخدوا بالكم يعني ان هو ده هم ستريبتوكوكس نيمونيا هيموفلس انفلونزا ومورجزيلا كاتاراس يعني ثلاثه اورجانيزم هم متكررين يعني المفروض انك تاخد بالك فهم خلي بالك لما وانت بتذاكر اكيوت سينوسايتس كده هي اكيوت سينوسايتس ميديا زي الاكيوت سينوسايتس ميديا الديفينيشن زيها والاتيولوجي زيها تمام الانسنس بقى مين يحصل له لان في حد بيقول لك ان بيجي لي حاجات في الجيوب الانفيه كتيره واحد ما بيجيلوش اللي بيجيله كتير ده لازم عنده بريز بوزنج فاكتور يا اما بريز بوزنج فاكتور في مناخيره يا اما بريز بوزنج فاكتور في جسمه دي حاجه على فكره القواعد في الطب ثابته يعني اي واحد بيجيله انفكشن كتير يا اما المشكله لوكال يا اما مشكله جنرال يعني واحد اللي بيجيله ريكرنت فرانكل في ودنه يا اما جنرال دايابيتس يا اما لوكال عمال يلعب في ودنه او عمال يحط هو مثلا بيحط ريتيتنج دروبس لما بيجي له ريكارنت فانجاس ممكن يبقى يا اما عنده دايابيتس يا اما عمال يحط دروبس فيها انتي بايوتيك كتير فدايما يا اما الريكارنس يا اما مشكله لوكال يا اما مشكله جنرال المشكله الجنرال طبعا واحد عنده لو اميونيتي او الاورجانيزم فيرولنت فكل شويه يا اما الاورجانيزم ما بقاش اريديكيتد كويس يا اما بيحصل ريكارنس طيب المشكله لوكال ايه اللي بقى يعمل مشكله في النوز؟ اي حاجه تعمل اوبستراكشن تساعد على الانفكشن دايما عندنا قانون في الطب بالمناسبه ده مش في يعني في حاجات مش انف واذن obstruction invites infection يعني ازاي ده قبل ما يحصل فيها inflammation تتسد الجول بلادر لما يحصل ستون تروح قافله الجول بلادر يروح حاصل كوليسيستايتس فدايما كده obstruction invites infection اي حاجه تخلي النوز فيها obstruction فتره طويله ديفيتد سيبتم بوليبس كورونيك هايبرتروفيك راينايتس فاي حاجه تخلي النوز فيها obstruction فتره طويله هتبريدسبوز للانفكشن واي حاجه تبوظ البروتكتيف ميكانيزم هو البروتكتيف ميكانيزم ده عباره عن ميوكوزا وسيليا ففي ديزيزز بريدز بوز انها يحصل مشكله في الميوكوسيليا كليرنس يا اما مشكله في الميوكس حاجه اسمها ميوكوفيزيدوزس ان الميوكس في الجسم كله يبقى فيسد فما فيش بقى ميوكس بلانكت والسيليا ما تقدرش تتحركه يا اما مشكله في السيليا حاجه اسمها الكارتاجنر سندروم اسمه الموتايل سيليا سندروم العيان ده عنده الجسم كله ما عندوش السيليا ما بتتحركش ف
فيبقى عنده مشكله في مناخيره، مشكله في الشيست، ومشكله في الميلز، يبقى عندهم ستيريلتي عشان السبيرم في حاجه تيل بتاع السبيرم زي السيليا، هو عنده كل الحاجات السيليا دي ما بتتحركش، فده اسمه الموتايل سيليا سندروم. الكلام ده مكتوب يعني، مكتوب عندي، فمش داعي تقعد، اللي عايز يزود حاجه يبص عليها ويزودها، او يعني عايز يقللها دلوقتي اوكي. طيب ده بالنسبه على الانسيدنس، قلنا البليز بوزنج فاكتور في جنرال وفي لوكال، واللوكال يعني اوبستراكشن يا اما حاجه في الميوكوسيلري كلياتس. الباثولوجي كونجيشن واديما، خلاص الاول كتاره وبعدين سبرتف زي ايه؟ تسميد. بس الغاتس ميديا قبل الكتاره في مرحله اللي هي اوستيكن اوبستراكشن، وبعد السبرتف في مرحله اللي هي سبرتف افتر ايه؟ بالفوريشن. واحنا بنجمع الكلام مع بعض، بنجمع ما هو العلم حاجه واحده. طيب سيمبتومز، واحد عنده اكيوت ساينوسايتس بالظبط، اكيوت يبقى اول حاجه اقولها ايه؟ جنرال. عنده ممكن يبقى عنده هيستوري اوف كومن كولد الاول، يعني قبل اي حاجه ممكن يبقى عنده هيستوري اوف ذا كوز، وده الغالب ان العيان بيقول لك انا جالي برد وبعدين ابتدى يحصل لي بقى المشاكل دي، او هيستوري اوف دنتال انفكشن او اكستراكشن، طب او هيستوري اوف تروما. طب جنرال فيفر، هم ايش جنرال بتوعنا؟ فيفر وهيديك وماليز. بس احنا بقى بنقول فيفر وماليز بس، تقول لي ليه؟ اقول لك عشان هيديك كان حليل اللوكال، ده بقى ده بتاعنا بقى، انت بتتكلم في الساينوسايتس، يبقى هم لما ما شرحتش هيديك في الساينوسايتس هشرحه فين؟ فده بقى بتاع الهيدك، فنسيب الهيدك هنا ونتفرغ ليه في اللوكال. طيب اللوكال هو ايه؟ العيان اللي عنده مشكله في مناخيره، ونرجع لاول محاضره، بيشتكي من ايه؟ كل السيمتومز عباره عن ايه؟ اوبستراكشن وبالشارج وبستاكسيز وهيدك وايبيفورا وهيبوزميا او يعني سميل ديس اوردر ونيزل تون وسنيزنج، صح كده؟ طب نشوف ايه من دول عندنا؟ هل ده عنده اوبستراكشن؟ اه طبعا، يا اما الاوبستراكشن نتيجه اصلا ان هو عنده كومن كولد، يا اما الساينوسايتس نفسها عملت كونجيشن، فطبعا هتبص على مناخيره تلاقي طبعا التيربلز كبيره ومغلظه كده كونجستد، فلازم هيبقى عنده اوبستراكشن. طيب هل عنده الشارج؟ طبعا ده اكيوت انفكشن، فلازم هيبقى عنده ميكو بيرلنت او بيرلنت الشارج. هل عنده اوبستاكسس؟ لا ما عندوش، انا حطيتها بلسه. الدشارج ده ممكن يبقى انتيرو الدشارج، وممكن لو يرجع لورا بنسميه ايه؟ بوست نتال ديسشارج. طيب هل ممكن يبقى عنده سميل ديس اوردر؟ ممكن، لو مناخيره مقفوله، او ممكن يبقى عنده هيبوزمي، طب ممكن يبقى عنده ريزل تون، تمام؟ طيب اللي بيفرق ملهاش دعوه بالموضوع، يتفضل لينا الايه؟ الهيدك. الهيدك بقى محتاج كلمتين زياده، يعني هو احنا هنا بقى يعني انت لو سالت اي واحد بعدي في الشارع اللي عنده صداع بيفكر تفكر في ايه؟ يقول لك فكر في جيب انفين، مع ان على فكره اتس نوت ذات كومن، اتس نوت ذات كومن في الكرونيك. الاكيوت اه يعني كنت لما تبقى عندك اكيوت ساينوسايتس تعمل هيدك، لكن لما نتكلم على الكرونيك كل الناس فاكره ان عنده صداع بقى له سنه وسنتين ده يبقى تجيب انفيه، لا ده فيري فيري يعني فيري رير ان يبقى عندك الكرونيك هيدك ده يطلع من الساينوسايتس، من يعني الهيدك ده يطلع من الساينوسايتس، من الكرونيك ساينوسايتس، لكن الاكيوت طبعا اوكي مفهوم. طيب سيفير لازم نتكلم عليه كلمتين بقى، ان هو سيفير ممكن يبقى ثروبنج زي بتاع الودن لما بيحصل باس اندر تنشن، سيفير ثروبنج هيدك تمام، بيزيد لما توطي، بيزيد لما تكح، بيزيد لما تسترين طبعا عشان ده بيزود البريشر. مكان الهيدك بيتوقف على مكان الساينس افكتد بالمنطق، يعني لو واحد عنده ماكزيلري ساينوسايتس هيبقى الصداع او الوجع. على فكره احنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول هيدك الفيشيال بين. ايه الفرق؟ المفروض هنشرح الكلام ده المره الجايه. هو ايه الفرق بين الهيدك والفيشيال بين؟ ايه تعريف الهيدك؟ ما انت لازم تبقى عارف دي حاجات. تعريف الهيدك ان هو عباره عن البين اللي بيجي من الفور هيد من الاي براو انا اسف لحد الاوكسبت، يبقى الوجع اللي من هنا تلف كده لحد الاوكسبت ده اسمه ايه؟ هيدك. طب لو عندك وجع هنا فيشيال بين، فبما ان المجزري ساينوسايتس بتعمل وجع هنا ما نقدرش نسميه هيدك، لكن مجازا عشان كده بنحطهم مع بعض. ما هتيجي لازم وانت بتذاكر كده تسال نفسك يعني احنا ليه كتبنا هنا هيدك اند فيشيال بين؟ طب ما نكتب هيدك وخلاص، يعني اشمعنى يعني؟ او تلاقي مكتوب مره هيدك ومره فيشيال بين، طب هو ايه الفرق بين الهيدك والفيشيال بين؟ لا في فرق علميا، يعني علميا في فرق، احنا ساعات مجازا نحطهم مع بعض ماشي، لكن تبقى انت فاهم ان الهيدك حاجه وفيشيال بين حاجه. فالمجزره دي يعتبر فيشيال بين. طبعا لو واحد عنده مجزره ساينوسايتس، وخلي بالك عشان دي كتير بتغلطوا فيها، انت ممكن يبقى عندك ساينوسايتس ناحيه واحده، يعني لو واحد خلع ضرسه ده وحصل له انتر فيستولا هنا
هيحصل ماجزين ساينس هيتسحب الناحية اللي مالها. ممكن طبعا ماجزين ساينس دي تعمل اسموديتس بعد كده بس برضه الناحية دي، لكن عمرها ما تروح الناحية التانية مش كده؟ واحد دخل فورم بودي طفل دخل فورم بودي في مناخيره الناحية الشمال هيحصل له راينيتس وتعمل ساينس ساينس في ناحية الناحية الشمال الناحية اليمين ايه علاقتها بالموضوع؟ طبعا اللي بيجي في الناحيتين ده اللي هو اللي بعد الكومن كورد، الكومن كورد بيجي في الناحيتين او بعد مثلا بوليوتد ووتر او بعد يعني بعد حاجه حصلت في الناحيتين او بعد اكزنسمتا، فاذا الانفكشن هيبقى في الناحيتين هيبقى بايلاترال. يبقى اذا احنا بنتكلم خلي بالك دايما بنتكلم على السيمتوم يونيلاترال او بايلاترال، نزل اوبستراكشن يونيلاترال او بايلاترال نزل ديشارج. الهيدك زي اكوردنج تو ساينس افكتد، فاحنا بنتكلم لو تو ساينسز هيبقى في الناحيتين، لو ساينس واحده هيبقى في ناحيه واحده. يبقى قلنا سيفير ثروبنج انكريز اون بيندنج كافينج ستريننج لينينج فورورد تمام، والسايت اكوردنج تو ذا ساينس افكتد، لو المجزله هيبقى على المجزله وريليتد للايه ريليتد للتيمبورال ريجن، لو الفور هيد هيبقى في الفور هيد وريليتد للبرايتر ريجن، لو السمويد هيبقى بتوين ذا اي عند الاي عند النزل بريدج هي بتاعت المكان النضاره كده، لو الاستينويد هيبقى ده بقى ريترو اوربتال يعني عيان يحس بالوجع ورا عينه، وده ممكن يفيد الاوكسيد ده ممكن يلخبطك قوي ان عيان تلاقيه عنده صداع ورا هنا غالبا ورا هنا انت مش هتشك قوي في ساينسايتس، فالساينسايتس كلها قدام، لكن ممكن يبقى اسمه دايت اسمه سفينودايتس او سفينويدات في ساينسايتس تعمل بين الفيب لين اوكسيد. الفرنتال ساينس قلنا ليها سبيشال كاركتر دي شرحناها قبل كده هنقولها تاني، ان الفرنتال ساينسايتس الفرنتال عشان هي الوحيده اللي بتدلين بدكت اسمها فرنتال نيزل دكت، فاثناء during sleep الدكت دي بيحصل لما يكون في عندك كونجيشن عندك كومن كولد الدكت دي تتقفل، فالهواء اللي هنا بقى ابزوربد نفس الميكانيزم البولمونات بتاع ميدل اير برضه. فتصحى عندك صداع، الصداع ده من الفيكيوم ان هنا في نيجاتيف بريشر فبنسميه الفيكيوم هيدك عشان فيه نيجاتيف بريشر. لما تصحى وانت مصدع مع الاكتيفيتي الصداع هيزيد، لكن على اخر النهار طول ما انت واقف 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 عمال تمشي الكونجيشن هيقل في راسك، فتبتدي القناه دي ايه؟ تفتح فالهواء يدخل فالنيجاتيف بريشر يروح فالصداع يروح. عشان كده بنقول ان الفيكيوم هيدك بتاع فرانتال ساينس has a special periodicity. It starts in the morning, become worse by the midday, become worse by the midday عشان activity. وبعدين improves at the end of the day أو after the midday أو after noon. ليه؟ عشان خلاص سببه راح. The congestion راح. فدخل الهواء فالنيجاتيف بريشر راح فخلاص الفيكيوم راح. هو اسمه فيكيوم هيدك. طالما مفيش فيكيوم يبقى مفيش هيدك. النيجاتيف بريشر اللي هنا راح. لما تيجي بعد كده يبقى دي السيمبتومز. ممكن طبعا العيان يبرزنت بسيمبتومز كومبليكيشنز زي الاكيوت تايتس ميديا، ممكن اول مره واحد يجي لك سيمبتومز يجي لك مفيش يعني خلي بالك متشابهين قوي. ساينز او الاكزامينشن سهله بقى قوي جنرالي، هتلاقي العيان عنده فيفر. اهم حاجه انت الاكزامينشن هنرجع تاني احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبص بعينينا مش هنلاقي حاجه، هتحط ايدك هتلاقي ايه؟ تندر ستار. طب هتوجعه طبعا، هتلاقي ممكن تحط ايدك انت على الانتيريور وول بتاع الفرنتال، ممكن الفرور بتاع الفرنتال، ممكن الانتيريور وول بتاع الاسمويد، ممكن المجزله، لكن الاسفينويد مثلا مش هتطلها، وانت في حاجات هتطلها وفي حاجات مش هتطلها. فبنبص نشوف الفرنتال الفرنتال الاسمويد المجزله، هل في تندنس اوفر ذا افكتد ساينس ولا مفيش تندنس. لما نبص في مناخيره كلام عادي بقى كونجيشن وديما وميكو بيرند الشاش. وطبعا تبص بالمنظار انا هوريك مثلا هنا مثال عيان عنده acute sinusitis هتلاقي ايه؟ مش فاكر كان عنده سكريتوري هرمونال، شايفين ودنه؟ درام لونها احمر وضل ومفيش كون اوف لايت
من السينوسايتس. تاني دي الناحية الليفت مش باين فيها قوي، مفيش هنا بس ده ميوكس. بصوا بقى الناحية الرايت، الوجبة الناحية الرايت اللي فيها السينوسايتس هي اللي فيها السكريتوري. اهو ميوكو بيرلاند الشارج اهو اصفر موجود هنا وموجود هنا اهو اهو مالي نوز موجود هنا اهو. نبص بقى في ودنه غالبا ميدل ايج، يعني هتلاقي ودنه دي فيها سكريتوري اوتايتس ميديا او اكيوت اوتايتس ميديا. دي اكيوت تعتبر اكيوت درام حمراء كونجستد نتيجة السينوسايتس. هنشوف واحد تاني دي الرايت سايد اوف ذا نوز، شايفين البص انا ببص فين؟ انا ببص على الميدل ميت، هل في بص نازل منها ولا لا؟ دي الانفيرو تيرمت ودي الميدل تيرمت، فلاترال اللي هي هتبقى الميدل ميت فين، حتى المنظار بيطلع ببص. ده ميكو بيرلنت الشارج من الاكيوت ساينوسايتس. يبقى احنا هنبص هنلاقي الكلام يعني ما فيهوش الساينز ما فيهاش مشاكل قوي، هتبص تلاقي ايه كونجيشن وايديما والكلام ده وايه وميكو بيرلنت. ميكو بيرلنت او بيرلنت الشارج هتعمل له انفستيجيشن ايه؟ هنرجع تاني، هو احنا ايه الانفستيجيشن اللي بنعملها في النوز؟ هما تلاته اللي هما ايه؟ الاندوسكوبي هنقول اللي هما قلناش الاكزامينيشن، تمام؟ يعني احنا هنا الفيديو اللي شفناه ده هو ده معمول بايه؟ بالمنظار، ده تصوير بالمنظار. هنعمل اندوسكوبي، هنعمل راديولوجي، زمان كنا بنعمل اكس ري دلوقتي بنعمل سي تي، هيبان عندنا صوره زي اللي باينه دي، هتبان عندك اوباستي في الافكتد ساينس، يعني ده عنده ماجزيري ساينسايتس وفي تاجت السمول ده شويه، لكن دي مينلي ماجزيري ساينس. الناحيه الثانيه هي اللي فيها هوا ما فيهاش حاجه، تمام؟ وكالشر سنسيتيفيتي هم الثلاثه اللي بنعملهم، تمام؟ في حاجه بقى ايه؟ حاجه يعني فكيره كده، حاجه اسمها ترانس اليمينيشن. ايه ترانس اليمينيشن دي؟ طبعا ما بنعملهاش دلوقتي. يعني لو انت جبت بالونه فيها هوا وحطيت فيها بطاريه من ناحيه، هتلاقي البالونه منوره ولا مظلمه؟ منوره. طب لو البالونه فيها ميه؟ هتلاقيها مظلمه. فدي نفس الفكره، ان الساينس دي كانها بالونه، فتنور الساينس من ناحيه وتشوف الناحيه الثانيه هتنور ولا لا. هتقولي طب انا هطول الساينس ازاي؟ اه ما في ساينس تقدر تطولها وساينس ما تطولهاش. فمثلا انت لو انت عندك في الفرونتال ساينس هتجيب التورش وتحطه كده اهو هتنور الفرونتال، فتلاقي دي منوره لو فيها هواء، لو فيها فلويد هتلاقيها ايه؟ مظلمه. هتلاقي الناحيه دي منوره والناحيه الثانيه مظلمه، طبعا لازم تطفي النور. تمام؟ المجزله خلي عيني احط بتاع بقه البطاريه في بقه، فتلاقي الناحيه دي منوره لو فيها هواء والناحيه دي لو فيها فلويد هتلاقيها ايه؟ مظلمه، طبعا بعد ما تطفي النور. طبعا تخيل بقى انت العين دخل العين رحت مطفي النور فاهم؟ عيب يعني بتظهر فعلا؟ يعني حاجه بتظهر، انا جربتها بتظهر. جربتها عليا انا ما عنديش، فتلاقي ان الاثنين منورين، فانت ممكن تجربها في البيت طفي النور كده وحط البطاريه وحطها في بقك هتلاقي هنا في شادو منور. يعني منطقيا بتظهر. ماجيك بقى. بالظبط كده. فده بالنسبه للانفستيجيشن. طيب خلي بالك دايما احنا واحنا بنتكلم على الاكيوت ساينوسايتس مخنا ايه؟ سيوتاس ميديا زيها ميديكال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت هو لو رجعت هو بالظبط، هو ده انفكشن. يبقى علاجه ايه؟ انتبيوتيك بسميها بقى الدباجه بتاعته ريست فلويدز انالجيسكس. خلي بالك وندي نيزل ديكونجستن زي ما بندي في الاوتاس ميديا، ما هو الاوتاس ميديا بندي ليه؟ عشان في نيزل كونجشن وهنا اهو خلاص بقى دي بقى بتاعت النوز. ف ريست وفلويد والكلام ده انالجيسكس انتبيوتيكس، تمام؟ ميوكوليتكس عشان الميوكس ده يبقى سهل يبقى درين. ديكونجستنت لوبس وسيستميك انتبيوتيكس هم ليه نفس الانتيبيوتيك؟ عشان نفس الاورجانيزم. اذا كان ستريبتوكوكس نمونيا مورفين الكلام ده هم يبقى بالمنطق طالما نفس الاورجانيزم نفس الانتيبيوتيك اللي هم عشان تبقى عارفينهم. يعني في ثلاث مجموعات من الادويه
يا اما اموكسيلين كلافينوليك اسيد، دول مشهورين قوي. الاموكسيلين كلافينوليك اسيد دول من غير ما نقول اسماء تجاريه يعني بقى. بس هو خلاص يعني احنا مش بنعمل دعايه زي اللي في السوق بقى. ايه الاوجمنتين، الكيورام، الهاي بايوتيك، الاموكس كلاف، الميجا موكس، الدلتا كلاف، كل دول اسمهم اموكسيلين، عليه حاجه اسمها كلافينوليك اسيد. دي مجموعه. في مجموعه ثانيه اسمها مجموعه الكيفالوس بورنز، تمام؟ في الكيفالوس بورنز دول فيها فيرست جينيشن وسكند جينيشن وثيرد جينيشن. احنا بنقول السينوسايتس سكند وثيرد جينيشن. وفي مجموعه ثالثه اسمها مجموعه الكينيروز. الكينيروز دول جت سالتهم قبل كده فين في المنهج؟ مالينجا وبلاستيك ستيرما. كنا بندي كينيرونز اللي هم سيبرو فلوكساسين، تمام؟ هنا بندي كينيرونز حاجه اسمها ليفو فلوكساسين او جيمي فلوكساسين. طبعا كده لو خلي بالكم ما ينفعش اقل من 16 سنه. فلو حد طفل هيبقى انت مش هينفع، يبقى عندك اختيارين، يا اما اموكسيلين كلافينوليك اسيد يا اما كيفالوسبور. لكن لو عندك حد كبير تقدر تديله اموكسيلين كلافينوليك اسيد او كيفالوسبور او تديله كونيروس. طبعا اكوردنج ليه؟ لا حاجات كتيره بقى. في ناس بتدي اكوردنج للكالتشر، بس طبعا انت الاكيوت ثلاث ميديا على بال ما تعمل الكالتشر هيكون في الثلاث ايام، مش هتسيبه ثلاث ايام. اكوردنج يور اكسبيرينس، اكوردنج بقى انت يعني اكوردنج الكاش بتاعك والاكسبيرينس بتاعتك بتدي ايه. غالبا كل دول برود سبيكترم، يعني غالبا الحاجات اللي بتديها دي برود سبيكترم، فانت مش محتاج قوي تعمل كالتشر، وغالبا ما بنعملش عشان فاهمين برضه. يعني غالبا ما بنعملش كالتشر. امتى تعمل عمليه؟ هم ثلاث حاجات مفيش ذكرهم. فيرد ميديكال تريتمنت، كومبليكيشن، وايه؟ باس اندر تنشن. هم في الاوتايتس ميديا هتعمل الكلام ده لو العيان بقى له يومين بيصوت من ودانه وسخن وخلاص بخفش. او كومبليكيشن يعني جاله فيشيال، جاله مننجايت، خلاص. نمره ثلاثه لو باس اندر تنشن في الاوتايتس ميديا هتعرفها ازاي؟ من الدرام بلجنج. هنا هتعرفها ازاي؟ هتعرفها بالراديولوجي. فلو عيان بتديله علاج بقالك يومين والعيان عنده فيفر وبيصوت من الصداع، خلاص يبقى ده فيلد ميديكال تريتمنت. لو ابتدى يحصل له كومبليكيشن، يعني العالم ابتدى بقى يحصل له ايه؟ عينيه تورم، عينيه تحت، يبقى خلاص بقى يبقى هنا في ايه؟ لا ده ده في خطوره. او باس ادابتيشن دي هتعرفها لما تعمل اكس راي او سي تي تلاقي فلويد ليفل، هتلاقي باين. تلاقي الباس باين. هتعمل عمليه، طب هو العمليه في الاوتوست ميديا كان الام بتاعها ايه؟ ايه اللي هو سيرجن؟ مش عايز كلمه واحده. درينج بالظبط، هنا برضه نفس الكلام. انت هنا هتعمل عمليه ايمنج فور درينج. طيب ايه بقى العمليه؟ تمام؟ زمان وانا اتمنى ان كنتوا تشطبوا دي من الكتب بتاعتكم خالص، انا للاسف بضطر اكتبها لان برضو يعني احنا يعني لازلنا بنكتب حاجات تاريخيه عشان اتعودنا نكتبها او اتعودنا نقول، لكن الحقيقه ما فيش حد الكلام ده هيستوري يعني. ان كان في حاجه اسمها بانكشر لافاج. كلمه بانكشر معناها ايه؟ خرب، ولافاج معناها ايه؟ غسل. طب بنعمل ايه؟ شفتوا الناس اللي بيحضروا معانا العمليات، في ناس مجتهده بتحضر كتير. شفتوا الكانيولا اللي بركبها العيان؟ او حتى ما بحضرش عمليات، اجي عامل تركب لك كتف. عباره عن ايه؟ عباره عن سن حديد وتيوب بلاستيك. السن يا دوبك طالع، بتروح تدخلهم مع بعض وتروح تشد السن الحديد، تفضل الانبوبه الايه؟ بلاستيك جوه الفين. نفس الفكره. بتيجي هنا اهو على المجزري الساينس، تروح داخل في الانفيريور ميتاس. طبعا انت بتدخل في الانفيريور ميتاس انت دي اللي طولها، انت مش هتطول ميدل ميتس، ما ينفعش تدخل فيها كده. بحاجه حديد، سن حديد وتيوب حديد، وتروح عامل بنكشر، عشان كده اسمها بنكشر. وبعدين تشيل السن الحديد، يبقى تفضل جوه ايه؟ التيوب. تشفط الصديد وتحقن بقى. تحقن صلاين. او صلاين مع انتي بيوتيك. هيلف هنا في الساينس ويطلع منين؟ فتحه نورمال. فدي اسمها لافاج، انك بتعمل ايه؟ بنكشر لافاج. فده فور درينج. طبعا دلوقتي ما بنعملش كده، دلوقتي بندخل بالمنظار على الميدل ميتس ونوسعها ونشفط الصليب. اسمها ميدل ميتال انتروستوم، انك انت بتوسع الفتحه اللي هي بتاعت الانترم اللي في الميدل ميتس. اللي احنا بنعملها بالمنظار، والعمليه بنسميها الاندوسكوبك ساينس سيرشن. ان احنا بندخل بالمنظار نعمل درينج ليه؟ الميدل ميتس. عشان حاجات كتيره قوي يعني هنتكلم عليها واحنا بنتكلم على الكرونيك، تمام؟ اول حاجه ممكن تعمل كومبليكيشن كتير. تاني حاجه احنا ما بنحبش في الاكيوت نعمل اخرام، يعني لما ممكن نعمل سبيردو انفكشن. تالت حاجه انت كده مش فيسيولوجيك. هو المفروض الدرينج هنا اهو،
رابع حاجه لو انا عندي اسمويدز كمان، انت هنا ما تطش الاسمويد، انت كده عملت ساينس واحد، ففيها دروباكس كتير قوي. تمام، بس طبعا لو ما عندكش منظار، ما هو ده بقى الكلام ده، يعني الكلام ده كانوا بيعملوه امتى؟ قبل اختراع المناظير. لكن بعد بقى اختراع المناظير وبعد ما بقينا نشوف خلاص ونقدر ندخل في الميدل ميتا هوريكم افلام، بقت الموضوع اسهل قوي. حد اسالها؟ طيب احنا هنا بنتكلم، يبقى انت بتتكلم هنا على ايه؟ على المجزري ساينس بس. طيب يا اما كده يا اما كده. طب لو في فرونتال نفس الفكره، هي هتفتح من بره اسمها تري فاين، يا اما هتدخل بالمنظار. الاسمويد نفس الفكره، يا اما هتفتح من بره تفتح كده تدخل على الاسمويد فاسمها اكسترنال اسمويدكتوم، او تدخل بالمنظار اسمها اندوسكوبيك اسمويدكتوم. في الاسمويد الدرينج بنسميه اسمويدكتوم، زي ايه؟ زي الكورتيكا. وانت فاهم بقى ان اسمويدكتوم مش مقصود بيها ان احنا بنشيل العظم كله، لا مقصود ان احنا بننضفه. ما هو كورتيكال بس اسمويدكتوم اللي بيعمل كورتيكال ما بتحطش صباعك كده تلاقي الحته دي فاضيه، لا بتحط تلاقي بتحس العظمه برضه، لكن احنا نضفناها من جوه. طيب لكن الفرونتال ما بنسميها ما بنشايف بقى ايه بقى. مش بنسميها ان احنا اكتومي، لا بنسميها ايه اندوسكوبيك درينج. الاسفينويد ما بنسميهاش اسفينويدكتومي، بنسميها اسفينويدوتومي، انك بتدخل تنظفها تفتح بس على الفتحه بس. لكن الاسمويد عشان دي عباره عن اير سيلز كده بتدخل تنظف، مفيش فتحه معينه، انت بتدخل كل اير سيلز دي بتوسعها كلها تشيلها كلها وتخليها لان كافيتي، زي فكره الماستويد بالظبط. طيب الاسفينويد يا اما ندخل بالمنظار، بصوا بقى لو هندخل بالمنظار هندخل ازاي على الاسفينويد؟ هندخل من النص كده اهو على الاسفينويد على طول بس. طيب تدخل في طريقه انك تدخل على طول على الاسفينويد على فتحه الاسفينويد من غير ما تعدي السكه انك تدخل انتيلوسمويد بوستيريور. انت ممكن تدخل كده اهو لو انت عايز انتيلوسمويد الاول تفتحها بعدين بوستيريوسمويد تفتحها بعدين تدخل على الاسفينويد. ممكن تدخل من النوز على طول على 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 طول على فتحه الاسفينويد، بنسميها اندوسكوبيك سفينودوتومي. لو هتعمل اكسترنال اسمها بقى ايه؟ اكسترنال مش سفينودوتومي، اكسترنال سفينو اسمويدكتومي. ليه؟ عشان اكسترنال لازم غصب عنك هتعدي على ايه؟ على الاسمويد. انك هتفتح فتحه كده اهو وتدخل انتيريو اسمويد بوستيريو اسمويد سفينويد. لكن بالمنظار تقدر تدخل بالمنظار على طول، وهنشوف بعض الفيديوهات اللي يعني تشرح لك الكلام ده. يعني مثلا انت احنا عندك اللي هو وريك ايه؟ مش لاقيها دلوقتي، مش مشكلة، عشان ما نضيعش وقتنا، هنشوفها مع الايه؟ مع الفيديوهات اللي في الاخر. يبقى تاني احنا الايم بتاع السيرجيكال تريتمنت، امتى بنعمل سيرجيكال تريتمنت؟ بنعمل سيرجيكال تريتمنت لو الميديكال تريتمنت فيل، او لو في كومبليكيشن، او لو في باس اندر تنشن. بنعمل ايه؟ الايم بتاعنا هو درينج. طب الدرينج ده بنعمله ازاي؟ اكوردنج للساينس. لو مجزري للساينس يا اما الطريقه القديمه اللي هي بانكشر لافاج، يا اما الطريقه الجديده اللي هي اندوسكوبك درينج. ممكن لو نسيت اكتب اندوسكوبك درينج خلاص كفايه. فان الايه انت مش محتاج الاسم اندوسكوبك درينج، افتكرت تقول ميدل ميدل انتروستومي ماشي. طبعا على فكره ام ام ايه ده يعني هنفهم لو كتبت اختصارا هنفهم يعني. الفرونتال يا اما اكسترنال درينج افتكرت تريفاين او ما افتكرتش مش مشكله، يا اما اندوسكوبك درينج اوف ذا فرونتال ساينس. الاسمويد يا اما اكسترنال درينج اللي هي اسمها اكسترنال اسمويدكتوم، يا اما اندوسكوبك درينج او اللي هو اندوسكوبك اسمويدكتوم. الاسفينويد يا اما اكسترنال سفينو اسمويدكتومي، يا اما
الديسكوبك درينج اللي هي سفينودوتومي بس. طيب خلي بقى لما نيجي بقى نتكلم على الكرونكس ساينوسايتس نفس الكلام مشابه قوي للكرونكوتايتس ميديا. ليه؟ مين العيان اللي هيحصل له كرونيك ساينوسايتس اللي جاله ريبيتد اكيوت؟ يبقى هو جاله ريبيتد اكيوت ليه؟ فاكرين في التيوبوتوم بالك قلنا هي مشكله في العيان، هي مشكله في الاورجانيزم، هي مشكله في الدكتور. انه ما خدش ميديكال تريتمنت كويس، انه ما كملش الانتي بايوتيك، انه ما خدش انتي بايوتيك مناسب، ان في ريبيتد انفكشن يعني. نفس الفكره. طب نيجي نتكلم على كرونيك ساينوسايتس عباره عن كرونيك انفلاميشن وسميكو بيروستي الايلينج of the one or more of the parameter signs with irreversible pathological changes. فاكرين الكلمة دي؟ كلمة irreversible pathological changes دي قلناها في الديفينيشن بتاع الكرونيك اوتايتس ميديا او الكرونيك سابرتيك اوتايتس ميديا. طيب بتحصل امتى؟ نفس العناوين repeated attacks. ليه repeated attacks؟ persistent predisposing factor، يعني عيان عنده ديفيتد سيبتم جاله acute sinusitis وانت ما صلحتش السيبتم، بعدين جاله بعد كمان 3 4 اشهر acute sinusitis ما صلحتش السيبتم، بعد 3 4 اشهر اكيوت ساينوسايتس وانت ما صلحتش، خلاص هتفضل اكيوت في اكيوت في اكيوت هيتحول لكرونيك. تمام؟ عيان عنده اي حاجه تعمل له ليزر اوبستراكشن ما اديتوش ما اديتوش تريتمنت كويس، يعني اديته انتي بايوتيك مثلا يومين ثلاثه وما كملتش، زي العيان بتاع الود لو اديته انتي بايوتيك والعيان حصل له رابشر ما كملتش الانتي بايوتيك مش هيحصل هيلينج للدرام، فهيتحول العيان من عيان اكيوت تايس ميديا لعيان كرونيك تيوب بتنبلك سابرتيك اوتايس ميديا. طبعا العادي بقى لو في لو ريزيستنس اوف ذا بيشنت او هاي فيرولنس اوف ذا اورجانيزم، الاورجانيزم فيرولنت جدا وانت ما عرفتش تعمل له اراديكيشن، فخلاص هيفضل الاورجانيزم وهيفضل انفكشن عدى 3 اشهر بقى كرونيك، او العيان عنده دايبيتس او عنده رينال فيلير او عنده اي حاجه تخلي عنده لونج ميلت. تمام؟ طيب مفيش انسنس معين، الباثولوجي مش مهم قوي في الكرونيك. تمام؟ كلينيكال بيتش خلي بالك عشان ايه؟ احفظها. زي الاكيوت بس هنشيل حاجة ونحط حاجة ونغير حاجة. هنشيل حاجة طالما شلنا حاجة لازم نحط حاجة مكانها ونغير حاجة. الباقي كله زيها. بمعنى ايه اللي احنا هنشيله في الكرونيك؟ ايه اللي موجود في الاكيوت ومش موجود في الكرونيك اكيد؟ الجنرال كله. فما عندناش جنرال مانيفستيشن. يبقى احنا هنشيل الجنرال. طيب هنحط مكانها ايه؟ هنحط مكانها ان الكرونيك ممكن يبقى عندنا حاجتين، حاجه اسمها مانيفستيشن اوف سيبتيك فوكس بتحصل مع كورنيستي، وحاجه اسمها ديسندنج انفكشن بتحصل مع كورنيستي. لو العيان عنده كرونيك زي كرونيك تونسولايتس، ما اعرفش انت خدتوها ولا لا، كرونيك تونسولايتس او اي كرونيك انفلاميشن اللي هي بقى ايه؟ ماليز، لو جريد فيفر، ارثرالجيا، دي حاجه اسمها مانيفستيشن اوف سيبتيك فوكس اللي هم عشان اشهر حاجه طبعا سيبتيك فوكس هي اللوز وعشانها بيعملوا اللوز. فمانيفستيشن اوف سيبتيك فوسايدي او سيبتيك فوكس اللي هي اللو جريد فيفر، الارثرالجيا، الماليز، الانوركسيا، والديسندنج انفكشن. الانفكشن المستمر ده الدشارج عمال ينزل ممكن يعمل له لارنجايتس، ممكن يعمل له فارنجايتس، ممكن يعمل اوتايتس ميديا. يبقى احنا شلنا حاجه وحطينا مكانها حاجه، او يعني حطينا تو ايتمز. طيب ايه الحاجه اللي هتتغير؟ الهيدك. الهيدك هيتغير كسيفيريتي، مش هيتغير كمكان صحيح، لكن هيتغير كسيفيريتي. مش معقوله الهيدك الاكيوت على العام بيجي يخبط دماغه في الحيطه سيفير ثروبنج، لكن التاني ايه؟ بيريودك ضل ايكنج، يعني يروح ويجي وايكنج يعني نقح، مش الصداع الفظيع طبعا. الباقي كله هو يعني انه برده بيزيد بالليمب فورورد، برده بيزيد بالستريننج، برده بيزيد بالكافنج، برده مكانه اكوردنج تو ذا ساينس افكتد. تمام؟ بقيه السيمتومز بقى هنزل اوبستراكشن يولاترال بايلاترال يولاترال بايلاترال ميكو بيرلاند او بيرلاند ديشارج هايبوزميا نزل تون بوست نزل ديشارج. هو انت بتذاكر لان انت عارف تربط الحاجات كده. يبقى احنا الاكيوت مربطينها بالاكيوت سايس ميديا والكرونيك مربطينها بالاكيوت. تمام؟ الايتمز الاولانيه زي الاكيوت زي الكرونيك تايس ميديا. الديفينيشن هو اسباب الريكرنس هي. تمام؟ السيمتومز والساينس هي بس بنشيل حاجه زي ما اتفقنا ونحط حاجه. بنشيل الجنرال مانيفستيشن نحط مكانها السيبتيك فوكس والديسندنج انفكشن ونغير الهيدك. مش بنغيره كله، ما هو طبعا الهيدك مكانه هو خلاص زي الاكيوت زي الكرونيك. ان المغزليا ساينس هنا على المغزلة والفيدر ده الفرنتال عارفور هيد والفيدر بايتر جيزون الاسمويد على النيزل بريدج السفينويد ريترو اوربيتال والفيدر نفس الكلام. لكن ايه اللي بيتغير؟ السيفيريتي بتاعت الهيدك والليتشر بتاعته.
ان هو بدل ما يبقى سيفير ثروبنج يبقى ايه؟ يبقى بيريودك وده الايكنج. يعني ده على طول سيفير كل على طول صبح ظهر ليل ما بيروحش يبقى بيريودك بيروح ويجي وده الايكنج. لا مش 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 الثروبنج بتاع الاكيوت انفكشن. تمام؟ الباقي كله هو هو. طب الانفستيجيشن هي هي. بنعمل برضه نفس الكلام، بنعمل برضه كالتشر سنسيتيفيتي، بنعمل راديولوجي. تمام؟ طبعا سوري الساينسز بقى نفس الكلام، تندنس كونجيشن اديما ميكوبيرلات بلوت. ايه بقى الحاجه الزياده؟ ما تتركز في الحاجه الزياده، الحاجه الزياده اللي هي دي انك انت في الكورونيك ممكن تلاقي نزل بوري، انك في الكورونيك ممكن تلاقي نزل بوري. الناس مين كان موجود المره اللي فاتت؟ ما كل مره بيجي مجموعه مختلفه، دي حاجه ما عادش بالتبديل والتوفيق، دي غريبه جدا يعني. كان موجود المره اللي فاتت شرحنا نزل بوري باي، شرحنا ان في الالرجيك نزل بوليب والانتروكوزال بوليب والالرجيك فانجر سينوسايتس والبوليب ديلوتو كرونيك سينوسايتس. ليه دي؟ ان احنا عندنا اربع انواع من البوليبس، الالرجيك والانتروكوينال خدناهم في جدول مع بعض، الالرجيك فانجر هنتكلم عليها النهارده مع السينوسايتس، والانفكتيف بوليب ديلوتو كرونيك سينوسايتس اللي هي دي بقى. ان ممكن كرونيك سينوسايتس مع البوليب دي عباره عن ايه تاني؟ عباره عن يعني ايه بوليب؟ بدنكيليتد ادمتس ميكوز. فلو في انفكشن مستمر انفكشن 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 هيعمل اديما اديما اديما، فالاديما هتعمل لو بقى لها بيديكل ميكوز بقى لها بيديكل هتروح عامله ايه؟ هتروح عامله البوليب. هرد الباب عشان مش حاجه لو حد عايز يخرج بس في مجلس الاسم دلوقتي هتلاقي ناس كتير معديه فعشان ما نعملش ديستراكشن. تمام؟ طيب الانفستيجيشن هي هي زي ما اتفقنا، الاندوسكوبي كابشر سنسيتيفيتي الراديولوجي الترانس اليمينيشن نفس الكلام. زمان برضو زمان كان في حاجه اسمها دايجنوستيك بانكشر لافاش، انك تعمل بانكشر لافاش ده بس عشان ايه؟ لو شفطت وطلع بص يبقى ده ايه؟ كورونيك سينوسايتس. طبعا ما بنعملش الكلام دلوقتي لان برضو الكلام ده اتكتب قبل اختراع السي تي، فمش ممكن تعمل خرم عشان عشان ايه؟ عشان تشخص. طب هتقولي طب احنا ليه ما عملناش الكلام ده في الاكيوت؟ ليه ما عملناش في الاكيوت؟ ما بنحب لا ما احنا في الاكيوت ما بنحبش نعمل عشان ده بيعمل سبريد اوف انفكشن. هتقولي طب ما انت طب ما انت من ضمن العلاج، ما هو ده نفس انت ازاي تفكر؟ طب ما احنا من ضمن العلاج ان احنا بنعمل بنكشر لافاش، انت مضطر ساعتها بقى في الاكيوت مضطر. يعني زمان اللي بتكلم عن زمان، ما هو كل البنكشر لافاش ده زمان، ده خلاص مش دلوقتي ده زمان. هم زمان ليه كانوا بيعملوا دايجنوستيك بنكشر لافاش في الكرونيك عشان ما عندهمش سي تي؟ طب زمان ليه ما كانوش بيعملوه في الاكيوت؟ عشان ما بيحبوش يعملوه، ما بيحبش نعمل تراك للانفكشن. هتقولي طب ما هو زمان ما كانش بيحب يعملوه دايجنوز، لكن بيعملوه تريتمنت. انت مضطر هتعمل ايه؟ ما انت مضطر خلاص، انت ما خلاص العيان بقى خد ميديكال تريتمنت وما تحسنش هتعمل له ايه؟ وعلى فكره بس عايزكم برضه تكون صدر حاجه معينه في مخكم. ده مثلا ده سي تي، طبعا سي تي هات بتاعت الكورونا السنه اللي فاتت دي ماليه الدنيا. هتلاقي شايف هنا في اوباستي هنا اوباستي هنا اوباستي في نافل اسمويت، هذا عنده رايت مكزيري ليفت مكزيلا فيها شويه اوباستي والاسمويتس. طبعا احنا بنقول رايت ولا ليفت حسب مكتوب، بس طبعا انا مش شايفها، بس يعني بافتراض ان احنا الاشعه دايما بنحطها، انا بحب احطها كده زي العيان، لكن في ناس بتحب تحطها العكس، بس هو احنا بنعرف ازاي المكتوب هنا يعني. بس طبعا هي بعيده قوي، لكن بالمناسبه هنا في شويه سيبتم ديفيشن صغير، سيبتم ديفيشن شويه. وانت داخل بقى تعمل العيان ده هتعمل الناحيه اليمين موقف المجزله، وبعدين تيجي تعمل الناحيه الشمال مش هتعرف، هيقرفك السيبتم، فلازم تعدله الاول. انت عايز تدخل هنا اوريكم فيديو، عايز تدخل لاترال الميدل تربلت، انت عايز توسع الميدل تربلت مش هتتوسع معاك يعني السيبتم ضيقه، ولو وسعتها بالعافيه بعد العمليه تروح راجع الميدل تربلت راجع لاترالي تروح قافل الساينس تاني، فلازم هنا اهو تعمل السيبتم الاول. عشان كده دي بتفرق، الكلام ده بيفرق. طيب ايه التريتمنت؟ خلاص بقى الكلام العادي ميديكال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت. في الكرونيك في الكرونيك بس انت كده هتضطري بقى كل واحد يجي تقوم تفتحيه. ما هو شايف يعني سبب في الكرونيك هنصلح البيوز بين فاكتور الاول. تمام؟ وهندي له انتي بايوتكس نفس الكلام بس مده اطول شويه 4 ويكس، واورا دي كونجستنت وميكوليتك والكلام ده كله.
ما نفعش خلاص هنعمل له عمليه. ايه بقى العمليه؟ برضو خلي بالك العمليه حسب ايه؟ حسب الساينس. حسب الساينس. التفكير بقى مش ازاي؟ خلي بالك شوف الناس فكروا ازاي. اول حاجه نفكر مع بعض ونشوف الناس يعني اداها تفكيرها لايه. نمسك المجزله دي الاول. في واحد قال ايه؟ رولز المجزلة دايما افضل في رولز الموز. طيب عندنا كرونيك ساينوفايتس او كرونيك مجزلية ساينوفايتس. فاول واحد فكر اول واحد تاريخيا يعني قال ايه؟ طب مش احنا في الاكيوت بنعمل بنش على باش؟ قال بس بنش على باش لما تعملها مره واحده مش هتنفع ده كرونيك. قال طب ما نعملها كتير. نيجي نعمل حاجه اسمها ريبيت بنش على باش. يعني نيجي مره مرتين في الاسبوع نعمل موضوع الخرم ده ونشفط الصديد ونغسل ونشفط ونغسل ونشفط ونغسل. نعمله مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته. نعمل كذا مره. تمام؟ فاول واحد فكر قال ان احنا عشان نعالج الكرونيك مجزري ساينوسايتس دي نعمل حاجه اسمها ريبيتد بانشر لفاش. طبعا موضوع مش اول حاجه البانشر غاز زي ما اتفقنا فيها مشاكل. ممكن تعمل بليدنج ممكن تبقى داخل احنا اسمها غصبه كبيره قوي ممكن تدخل في الاي لو انت مش داخل صح يعني ممكن تدخل تعمل انجل الاوربت. تمام؟ لو انها ما بتعالجش يعني انت برضو لانك انت ما حلتش المشكله انت عايز دايما ربنا خالق السيليا خلي بالك عملوا بيعملوا حاجه اسمها ستاديز ممكن تحط حاجه ملونه وتصور ده الكلام ده موجود في الدنيا يعني وتشوف الميوكس ماشي ازاي. ربنا خالق الميوكس السيليا بتودي الميوكس ناحيه الناتشرال اوستيوم. طول ما دي مسدوده موضوع البنش والافاش ده غير طبعا انك انت بتصلح بيه المجزله بس لو عندك اي حاجه غير المجزله ما تصلحش. طيب جه واحد بعده قال ايه؟ طب واحنا نجيب العيان كل اسبوعين نخرج نقعد ناخد. طب ما تعمل فتحه يعني هو تريح دماغك مش كده؟ فانت عامل فتحه انفيرور ميتس فدي اسمها انفيرور ميتا اندروستو مش كده؟ بدل ما كل مره تجيب العيان تروح انت عامل له خرم تجيبه مثلا مرتين في الاسبوع لمده ثلاث اسابيع بعد ست مرات طب ما تعمل له فتحه مره واحده وخلاص تدخله بقى تبنجه وتعمل له فتحه. وكان تفكيرهم ان دي الفتحه دي احسن من دي طبعا. ليه؟ تحت مورد بندت طبعا. لو الكلام ده كلام فارغ ما بينفعش السيريا برضه تفضل تودي السكريشنز هنا اهو والفتحه دي بتقفل وما بتنفعش. فواحد بقى قال لك ايه؟ احنا هنقرف نفسنا ليه؟ هو مش المشكله في الميكوزا؟ مش المشكله في الميكوزا؟ الكرونيك انفلاميشن ده في الميكوزا؟ شيل الميكوزا. اتفضل شيل الميكوزا. نفتح فتحه من بره ونعمل حاجه اسمها راديكال اندرام زي راديكال ماستودكتومي. راديكال اندرام دي الهدف منها انك انت خلاص تشيل الميوكوزا وتريح دماغك يبقى خلاص. ممكن ما ترجعش تاني بس المشكله اللي بيحصل فيها البروز. دي بقى يعني دي راديكال انترا بس مش معموله للساينوسايتس. يعني دي معموله عشان احنا دلوقتي ما بنعملش للساينوسايتس. معموله لحاجه اسمها نيزولابيال سيست. كان عندها سيست بتطلع بص من هنا فاحنا فتحنا بقى هي دي راديكال انترا. انت هنا مضطر في سيست جوه المغزله هتطلعها ازاي؟ عشان تطلعها كلها لازم تفتح المغزله. لكن هي دي الفكره هو ده المبدا راديكال انترا انك انت تروح فاتح الانتيرور بتاع المغزله وتنظف تشيل كل الميكوزا. تمام؟
وتصفط وتعمل وتظبط امورك دي امور التخدير طبعا. تمام دي فتحه اهي في الانتيريور وول بتاع المخزن ده 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 السوفت تيشو دي الفتحه اللي في البون ده السوفت تيشو اهو اللي احنا عاملين له تراكشن ده ودي الفتحه اللي في البون خلاص دي السيتي بتاع بتاع البنيه اهو سيستم جميل يا بس انا تفهم يعني فكره الراديكال انترم زي ما اتفقنا مشكله الراديكال انترم مشكله الراديكال انترم انها او القلد واللوك اسم الثاني ده يعني الاثنين اللي عامل انها انت بتشيل من الجزء بتعمل فايبروزس بتقلل ميوكوسيريا كليرنس تمام فده مش فيسيولوجيك ايه بقى اللي بنعمله دلوقتي مش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه بنعمل اربعه اللي هي اندوسكوبيك ميدل ميتا انتروستو بندخل بالمنظار تدور على الفتحه دي وتوسعها بس يبقى انت حليت المشكله بقيه الساينسز زي الاكيوت هي نفس العمليات خلاص يعني الفرنتال ساينس يا اما تدخل تعمل اكسترنال تريفاين اوبريشن او اكسترنال فرنتال اوبريشن يا اما تعمل اسكومال درينج خلاص يا اما الكورونيك اسمودايتس يا اما تدخل تعمل اكسترنال اسمودكتومي خلاص يا اما تعمل اندوسكوبيك اسمودكتومي نفس الاكيوت خلاص هي هي خلاص مفيش حاجه جديده الكورونيك سفينودايتس يا اما تعمل اكسترنال سفينودكتومي يا اما تدخل تعمل اندوسكوبيك سفينودكتومي بس خلاص يبقى طيب لو دخلنا بقى عملنا لما ندخل بالمنظار عندنا كذا ساينس بنوسع الفتحه بتاعته او بننظفه دي بقى على بعضها بنسميها اندوسكوبيك ساينس سيرش يبقى علشان تبقى فاهم ايه الاندوسكوبيك ساينس سيرجري دي؟ يعني ايه عمليه لما اسالك هو ايه عمليات الجيوب الانفيه دي؟ ايه عمليه الجيوب الانفيه؟ قول له ما فيش حاجه اسمها يعني ما فيش عمليه انت ممكن تعمل بالمنظار ده اي حاجه يعني ممكن تدخل تشيل تيومر بالمنظار ممكن تدخل تشيل بولب بالمنظار لكن اللي يطلق على الفانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري هي الاندوسكوبيك ساينس سيرجري لعلاج الساينسايتس يعني انت تدخل تعمل وايدنج للاوستيا اللي موجوده بتاعت الساينسز وكليرنس للساينس خلاص من الميوكس او الباص عشان تو اتشيف بروبر فنتليشن هي فكره الساينس ايه دايما ايه المشكله ان الفتحه اتقفلت فمفيش فنتليشن فالهواء مش داخل تبتدي بقى كل المصايب زي الود اول ما الاستيكان تيوب تتقفل البلاوي كلها تبتدي طول ما الفنتليشن كويس ما يحصلش مشاكل فالاندوسكوبيك ساينس سيرج دي عمليه مقصود بيها انك انت بتدخل تحسن الدرينج والفنتليشن بتاع الساينس اه ما هو في حاجه اسمها نيزو الفر وحاجه اسمها نيزو ليبيا تبقى جوه البندل ده الساينسايتس ان تشد دي موضوع كده كلمتين تمام طبعا الكومن المجزله ليه عشان المجزله الاسمويد عشان في التشد ما عندهمش الباقي تمام ايه الحاجات بقى المختلفه يعني الحاجات اللي فرق بينهم وبين الكبار اللي هي بعض البريز بوزنج فاكتور الريبيتد ريسبيرتوري انفكشن ده اكتر الحاجات بقى كلها الايه بتاعت الاطفال الانزيم ده بتيجي اكتر في الاطفال يعني الانزيم ده عارفين يعني ايه انزيم ده في فيروس راش ما اللي بيجي له حصبه الاطفال بيجي له تشيكن بوكس الاطفال الميوكو كل الحاجات اللي قلنا عليها الميوكو فيزيتوزس والموتايل سيريا سيندروم اللي هي حاجات الكونجنتال دي هتبريزنت في الاطفال لو واحد عنده ميوكو فيزيتوزس هتلاقي عنده ساينسايتس وعنده 10 سنين 8 سنين ده مش منطقي يعني مش هيلحق ده لو هو عادي ما يلحقش يجي له بقى اكيوت ساينسايتس تبقى ريبيتد ويحصل ريكرنس ويبقى كرونيك وعنده 8 سنين فتفكر دايما في مشكله يا اما الميوكوفيزوس يا اما الموتايل سيريا سندروم او الميون ديفيشنسي تمام مفيش حاجه مختلفه غير الاكيوت نفس الكلام فيفر وهيديك وبين والريتابول وتندرمس وكونجيشن ودي ما كل حاجه الكرونيك بقى ساعات العيانين يشتكوا بقى ايه دي بقى المهم يعني اتعلم على دي كده لو عندك ماركر كونسنت سايتس ساعات العيان الطفل يشتكي بايه بقى بالارنجايتس كف الكارنت اوتيس ميديا يبقى بيشتكي من حاجات مالهاش علاقه بالساينسز الباص عمال ينزل عمال يعمله تقلق الطفل الطفل مثلا عمال يعمل يجي لك يقول لك ايه بيكح مثلا بقاله 6 اشهر ودكاتره الاطفال بقى هاريين انت ما خدتش بالك انت ما عرفتش هو بيكح ليه مش عارف تعالج زي الكبار ممكن واحد يبقى بيكح بقاله سنتين عشان عنده ريفلكس عنده جد جاستر وفوزيل ريفلكس ديزيز لو اديته انتي ريفلكس هيخف مش انتي بيوتيك انت تفهم السبب دي التكه المهمه زي الاوتيتس ميديا في الاطفال
ان الطفل ما بيقولكش ان ودني وجعان انه بيعيط وساعات يبقى عنده ايه في الاطفال ايه الحاجه الغريبه اللي بتطلع في الميديا بيشد ودانه لا حاجه غريبه الفومتنج والدياريه بالفيجر اللي عنده ممكن يجي له فومتنج ودياريه فتلاقي العيان عنده تاتس ميديا وبيشتكي من دجيه ولسان فطبعا يشخصوه ان هو جاسترونترايتس نفس الكلام هنا هو تلاقي العيان عنده كرونيك ساينسايتس وبيشتكي من لارنجايتس وكف وحاجات كده حاجات مالهاش علاقه بس يعني لو انت مش عارف هتحس ان مالهاش علاقه بالساينسز من اول واحد تريتمنت طبعا زي الكبار الكومبليكيشنز ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل الاول المقدمه بالظبط زي الاوتايتس ميديا المقدمه اللي هي ايه بقى ما شرحتش معاكم اوتايتس ميديا شرحتها الراوند اللي فات يعني ايه كومبليكيشن يعني اكستنشن اوف انفيكشن بياند الميوكوبلاستيال لاينينج عشان كده في الديفينيشن لما بنيجي نتكلم على الديفينيشن بنقول اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميوكوبلاستيال لاينينج كرونيك انفلاميشن اوف ذا ميوكوبلاستيال لاينينج ليه عشان لو خرج بره الميوكوبلاستيال لاينينج ما بقاش انفلاميشن بقى ايه كومبليكيشن طيب تقسيمتها هو احنا كنا بنقسم الكومبليكيشن بتاع التوتس ميديا ازاي كرينيال وانتراكرينيال واكستراكرينيال نفس الكلام هنا برضو كرينيال في العظم احنا بنراجع فاكرين الكرينيال بتوع التوتس ميديا كانوا ايه الماستودايتس الريتروزايتس اللابرينسايتس الفيشيا يعني كل دول في البون هنا بقى الكرينيال اللي عندنا ممكن يحصل حاجه اسمها ميوكوسيل ساينس يتنفخ كده من الميوكس او يبقى فيه بص يبقى اسمه بايوسيل او العظم نفسه يحصل فيه اوستيومايلايتس او يحصل اورو انتر فيستو يبقى عندنا اربعه الميوكوسيل البايوسيل الاوستيومايلايتس والاورو انتر فيستو طيب الانتراكرينيال في الايه كانوا ايه اكسترا بالترتيب كده اكسترا ديور الابسس مننجايتس برين ابسس لاترا سينس ترومبوز هم هنا برضو اكسترادورال ابسس برضو برينجايتس برضو برين ابسس بس طبعا هناك البرين ابسس كان فين يا اما في التمبر لوب يا اما في السيربيلا هنا هيبقى فين في الفرنت وهناك كان في لاترا سينس ترومبوز هنا في ايه كافينا سينس ترومبوز خلي بالك زي بعض طيب الاكسترا كرينيال في الاير كانوا التايت اكسترنال هنا اكسترا كرينيال عندك اللي هم بقى ايه اللي هم احنا حاطينهم مع الكرونيك اللي هم قالوا لنا ازاي هنزودهم الديسيندنج انفيكشن والسيبتيك فوكس ممكن تعتبرهم كومبليكيشن او ممكن تعتبرهم مانيفيستيشن طب وبعدين في بقى حاجه لوحدها اوربيتال يعني عندي مهم قوي طب نحطها لوحدها لكن هي اكشوالي تبع انهي فيهم اكسترا كرينيال ما هو اكسترا كرينيال في الجلوب بره السكال خلي بالك انت عارفين الفرق بين الاي والاوربت والجلوب والكلام ده؟ الاوربت دي اللي هي ايه؟ البون. لكن احنا بنتكلم هنا انا بتكلم على هنا بقى على ايه؟ اللي كان المفروض نقول الاي كومبليكيشنز يعني. فالجلوب بره السكال. هنتكلم على سوفت تشو. فنعتبرها اكسترا كرينيال. يا اما تحطها طبعا اكسترا كرينيال يا اما تحطها لوحديها. طبعا دي حاجه مهمه قوي. الاوربت دي حاجه مهمه. العين ممكن يعمل زي ما هنشوف. هديكم صور العينين دول. زي لوست ذا فيجن من السينوسايتس. طيب امتى بيحصل الكومبليكيشن فاكرين في الاكيوت في الاكيوت او اكيوت اون توب اوف كرونيك او كولستاتوم هنا ما عندناش كولستاتوم يبقى لازم يحصل يا اما اكيوت سينوسايتس يا اما اكيوت اون توب اوف كرونيك ما ينفعش في كرونيك لان الكرونيك ما فيهوش الفاز دايليتيشن وما فيهوش السيفير انفيكشن الفارمنت انفيكشن اللي يعمل ايه كومبليكيشن طيب ازاي الانفيكشن يوصل لجوه يعني ازاي الانفيكشن يوصل من هنا يدخل انتراكرينيال ايه الروت اوف سبريد بقول لهم انا دايما في الاوتايتس ميديا لو روحت لقيت بيتكم اتسرق الحرامي دخل ازاي؟ الحرامي ازاي ممكن يدخل بيتكم؟ يا اما انت سبت الباب مفتوح او الشباك مفتوح دي اسمها بري فورمد باسوي يعني في لا سكه جاهزه في فيشر في حد في فراكشر حتى جاهزه يا اما طلع على المواسير المواسير اللي هي البلاد فيسلز يا اما الفاسكولار سبريد او بري فاسكولار سبريد يا اما بقى ايه؟ انت بقى ساكن في حته نائيه والحرامي بقى مفتر راح داخل راح جاب راح كسر الباب داخل دايركت هيبقى اسمه دايركت سبريد هيبقى عندك الروت اوف سبريد هم الثلاث حاجات اللي احنا بنقولهم في الاوتايتس ميديا هم اللي بنقولهم في السينوسايتس عندك يا اما دايركت سبريد من خلال البون على طول عمل اوستيومايلايتس وده كمل اللي احنا قلنا ان الحرامي كسر الباب ودخل
يا اما فينس او لمفاتك اللي هي المواسير، يا اما البري فورم الباس وينج سبت له باب مفتوح، في بوند افكت، في فراكشر، في اي حاجه. تمام؟ يبقى احنا فهمنا عن ايه كوميونيكيشن، ازاي الكوميونيكيشن بتحصل، ايه الحالات اللي بتحصل فيها كوميونيكيشن. يتبقى لينا ان احنا ايه نشرحهم. هم على فكره احنا مش هنشرح كتير. ليه؟ لان في حاجات كل بتوع الانتركرين هيقول زي الاير زي الاير زي الاير زي الاير. خلاص البون مش هيشرح غير الليكوسيلز والاوستيومرات السطرين. الكافيرنا الساينس عارفين عنها حاجات كتير. الاوربيتال بقى هنتكلم عنها صفحه كده. يبقى دول ايه النص ساعه اللي جايه ونشوف الفيديو هنا. الليكوسيل اول واحده زي دي كده، هنا في كتير بقى مثلا اهو ده واحد عنده نيكوسيل في الفرنتال ساينس. شايفين عينه دي فين وعينه دي فين؟ شايفين دي ودي فين؟ يبقى في حاجه هنا اهو زق الاوربت دي كده. دكتور طب هي زق البون كمان؟ اه ما هو اصلا البون يعني ما هو اصلا الوول اوف ذا اوربت ده. ما هو الفرنتال ساينس ده عامل وول من وول بتاعت الاوربت. اه طيب لما يتنفخ لا الفرنتال ساينس اهو انا قصدي الفلور بتاعت الاوربت. يعني هو انت ما بتزق بقى انت بتزق مع البريشر جاله البريشر بيحصل حاجتين. يا اما بيحصل ان الاي دي تبقى كومبريزد قدر معين من الكومبريشن ممكن يحصل. لو هنا هو ما اتحركش عند هو كلامه. طب الفلو بيروح فين؟ لا ما هو في سبيس الدنيا مش ضيقه قوي كده. لا لو فضل هيك ايوه ما هو الاي كومبريزد ما هو في صوت تشت. يعني انت ممكن تضغطها من غير ما تحرك الفلو. انت قصدك ما اذا كان دي اتزقت الفلو؟ لا الفلو هنا نفس مكان الفلو هنا. يعني هنبص على السيتي هات هنشوف. لكن حتى الفلور مع الوقت مع البريشر ما هو اذا كان ده مع البريشر يتنفخ فده مع البريشر هيتحرك. طيب هيتحرك في الاطفال ولا في اي ايدج؟ لا اي ايدج لو بريشر فتره طويله حتى في الكبار يعني. حتى في الكبار لو ركزت هنا لو حد بقى نظره ايه استنى كده يعني انا بالنضاره شايف ده ايه؟ ده انسجن. ده الانسجن بتاع ده كان الكرنت ده كان معمول قبل كده. ده بقى الانسجن بتاع الاكسترنال فرانتر. انا بوريك عشان تعرف يعني ايه حاجه اسمها اكسترنال فرانتر. طيب ده نفس عرفت نفس الصوره السيتي هات بقى شايف الفرانتر ساينس. هنا الفلور ترى ينزل تحت شويه مش نفس يعني تقريبا ما تقدرش مش قادر اقول ان ينزل تحت قوي. الفرانتر ساينس كله اكسباندد ومليان في اوباستي. طب ده حصل ليه؟ يعني بالمنطق عشان يا اما الاوستيا متسد وده السبب المنطقي اسمه سكندري. الاوستيا متسد نتيجه ايه؟ ساينسايتس او اوستيوما صغير حاجه قافله الاوستيا فراكشر اوستيوما ساينسايتس ما احنا بناخده ككومبليكيشن اوف ساينسايتس. يبقى ده اسمه سكندري ميوكوسيل او برايمري ميوكوسيل. الاوستيا كويس بس ميوكاس جلاند من جوه الساينس ابتدت تتنفخ. فاكرين الاوفريان سيست في الباثولوجي؟ تلاقي سيست كبيره كده ولاد دي اوفريان. طب هو فين الاوفري؟ مفيش اوفري. هي الاوفريان سيست ريبليسد الاوفري كله. فتيجي سيست طبعا السكندري البرايمري ده مش كومن. الكومن السكندري ان حصل ابستراكشن للداكت دي فرانتو ليزر باكت فحصل اكيوميشن اكسبانشن للساينس. طيب ده الديفينيشن الايتيولوجي. الانسنس طبعا بيحصل اكتر في الفرنتال سمويد بالمنطق عشان هم الساينسز الرقيقه اللي سهله. يعني المجزله صعبه قوي يحصل فيها ميكوزين. انت محتاج بريشر شنيع عشان تنفخ المجزله. لكن شفنا فرنتال كتير شفنا اسمويدال كتير ابطوا ان هم غالبا باسمهم فرنتو اسمويدال. تمام؟ الاسترويد ممكن لكن المجزله صعبه قوي. طيب الباثولوجي البون طبعا لما انت عمال تضغط البون هيبتدي بقى ايه؟ لقيت فلما تدوس عليه عارف لما تجيب بيضه مسلوقه وتدوس عليها اسمها ايج شيل كراكلينج انك انت بتحس ان زي قشره البيضه لما تطقطق معاك فتدوس تلاقي تحس تسمع طقطقه من البون فيري سيم. وطبعا الميوكوزا اللي هي الكولامنر لما انت عمال تدوس عليها هتبقى بدل الكولامنر تبقى ايه؟ كيوبويدا. بالمنطق انت بتضغط كده هي كولامنر طويله كده بقت ايه؟ كيوبويدا. طيب العيان ده يشتكي من ايه؟ اهو
هيشتكي من ايه هو؟ ده بيشتكي من ايه؟ بروبتوزس بالظبط وديبلوبيا وسويلينج تمام. ممكن تبص يعني تشوف البتاع من جوه ممكن ما تشوفوش, وممكن لو ده عامل كومبريشن جوه ما هو ده بيكبر الفرنتال بون فيها ناحيه هنا اهو وناحيه هنا, الناحيه اللي جوه دي ناحيه الديوره, وممكن يبقى عامل شويه هيدك تمام. مفيش غالبا مفيش بين. نرجع تاني اهو, يبقى العيان ده عنده ايه؟ عنده بين السلولي جروينج سويلنج, عنده فرنتال هيدك وبروبتوزس. اوكي لما تيجي تبص عليها هتلاقي السويلنج طبعا الاكشي كراكلينج اللي اتفقنا عليه, في بروبتوزس, ممكن تشوف السويلنج من جوه يعني السويلنج مثلا زي ده كده ده طبعا هيبان من النص, لكن لو السويلنج فوق مش هيبان من النص مش هتشوفه تمام. الاكس راي هنا بدل ما الفرونتال ساينس عامله كده اهو هتلاقيها عامله كده اهو, دي اسمها لوس اوف سكالوب او فيستون كبيره مثل الزجزجه دي, دي الطبيعيه لما تتفخ مش هيبقى معرض كده, هيبقى عباره عن كوره واحده, فده بنسميه اللوس اوف سكالوب او فيستون كبيره اوف ذا فرونتال ساينس. طبعا السي تي دياجنوستيك التريتمنت سهل قوي, هتعملوا درينج خلاص, هتدخل من هنا اهو تفتح البتاعه دي. نرجع تاني للصوره هنا, شوف انا شوف عندنا صور شايف سويلنج كل ده, ده بعد العمليه دخلنا وضفنا عملنا درينج الحته دي, بعد كده احنا يعني عملناها ده كان تكات قديمه بس عملنا شويه استرويد, يعني هو ده مش عظم دي شويه ميكوزا قديمه, فهو خد طبعا عظم دي بس. طبعا خلي بالك شايف انت فين, يعني انت هنا اهو شايف اعلى قد ايه من السكال بيز, يعني مش لو دخلت ميديال مش طول ما انت في نفس الليفل انت فيه انت سيف, لا وانت هنا لو دخلت كده انت في البرين, والحته دي برين الحته دي تبع البرين اهي. هو ده بعد الدرينج يا دكتور؟ ده بعد الدرينج. طب ليه الاربط ما رجعش مكانه؟ لا ما هو ده بياخد بقى سنتين ولا حاجه. دكتور فرق التابلتس في ال شايف هنا بقى الدنيا بقى الوضع النهائي. لا ما النحادي التيرمال ما هو اتعمل كذا مره العين ده خفيف فيبروس والدنيا مش حلوه قوي, بس اسئله غريبه تفرق ايه مع التيرمال؟ كده بقى هو ده بقى الوضع المثالي اللي احنا عايزينه بقى. شايف التراك الدرينج ده ما يقفلش ابدا بقى خالص, ده الدنيا واسعه كده وحلوه. هو العين ده العين ده كنت عامله مثلا من ست سنين بتابعه كل سنه بيجي لي زي الفل. دكتور البروجنوز بتاع البوزيشن لا اتحسن قوي, بس انا عمال ادور عندي صوره دي جديده ولا لا. ده بعديها بشويه يعني اتحسن, بس لسه ما كانش هو اتحسن عن كده قوي يعني. دي الصوره مثلا دي الصوره على طول بعد العمليه مثلا بشهرين ثلاثه فما يلحقش, لكن بعد انا شفته بعد كده الاي تقريبا رجعت مكانه. طيب احنا بنعمل اندوسكوبك درينج, تعال بنحب نحط ستنت كده. طيب لو حصل انفكشن بقى في الميوكوسيل دي هتعمل بايوسيل, ايه اللي هيزيد على العيان لو الكلام ده مليان بص؟ هيزيد عليه بالظبط فيفر وتندرنس, ولو فتحت هتروح عامله وممكن تعمل اوستيومالايتس وتفتح تعمل فيستولا. يبقى هما البايوسيل هي خلاص يبقى احنا قلناها اهي, هيبقى في بين جامد وهيبتدي بقى عنده فيفر, ممكن تطلع بيرنر ديشارج وممكن يحصل تفتح وتعمل فيستولا. التريتمنت هو بس يديله انت بيرنر تمام. الاوستيومالايتس خلي بالكم انت بس تفهم يعني في حاجات انت محتاج تفهم ازاي تذاكرها. الميوكوسيل قلنا بيحصل في الفرونتال والسمويد, الاوستيومالايتس يحصل في الفرونتال والمجزله مور كومن. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هي بتاعت السينوسايتس بتاعت السيفير سينوسايتس زائد حاجه واحده بس انك ممكن يحصل فيستول. فانت تعلم على حاجه غريبه يعني انت ما تلاقي الفرونتال سينوسايتس هتلاقي عنده فيفر. طب ما هو عندي طب ما هو الفرونتال اوستيومالايتس طب ما هو الفرونتال سينوسايتس عنده فيفر مش كده؟ طيب عنده هيدك طب ما هو الثاني عنده هيدك عنده تندمس طب ما الثاني عنده تندمس. يبقى ايه الزياده اللي هي الصب الاوستي الابسس؟ حصل صب الاوستي الابسس بتلاقي سويلنج جوه وبره بنسميه البوتس بافي تيومر تمام؟ فرقه يعمل فيستولا. الاكس راي هتلاقي العظمه متاكله اسمها الموس ايتنج ابيرس, عارفين العده لما بتاكل هدوم كده فدي اسمها الموس ايتنج ابيرس. خلي بالك احنا خدنا كذا واحده اكس راي اهو, الاكس راي بتاعت الميوكوسيل اسمها لوس اوف ايه؟ سكالوب ابيرس اسمها ايه؟ الموس ايتنج ابيرس. طبعا سي تي دياجنوستيك تريتمنت انتي بايوتيك خلاص ودرينج.
موس يعني عدة. العدة تاكل العدة بتاعت الملابس. بتلاقي البوم تاكل كده زي ما تكون ايه ده بتكون حاجة واكلاها. فبيسموها الموس ايت الاجيال. بص بقى في التيومر ده اللي هو ده مش تيومر ده السويلنج اتوصف ان هو لما يحصل سويلنج في الفرنتال ساينس فبر اوستيال ابسس بتدوس عليه كده كان بيديك احساس ان هو كانه تيومر هو مش تيومر ولا حاجه هو ده سويلنج هو وصفوه ان هو سموه البوتس باف تيومر اللي هو سويلنج اللي هو فبر اوستيال ابسس بتاع الاوستيومولايتس المجزله ما فيهاش اي حاجه جديده غير انها ممكن تفتح تعمل اورا الترا تيست لو احنا قلناها في الاورا الترا تيست بس هو المشكله ان الناس مش بتحضر بقى كل المرات لو رجعت الاورا الترا تيست هتلاقي من ضمن الاسباب بتاعتها اوستيومولايتس اوف ذا ماكسيلا اللي هي دي فلو فتحت الاوستوم فلو فتحت فتحت هتفتح على 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 الاورا الكافيتي هتعمل اورا الترا تيست نفس الكلام في فارو هيديك وماريز وبين وانديما وصب الاوستيال ابسس ونفس الكلام بص في دايجنوستيك وتريتمنت انتي بايوتيك ودرينج مفيش اي حاجه غريبه ولا جديده يبقى احنا كده خلصنا الميوسيل والبايوسيل والاوستيومولايتس والاورا الترا تيست ما احنا قلناها ندخل على الانتراكرينيا خلاص مش هنقول فيهم حاجه الاكسترا دورال ابسس زي الاير الميننجايتس زي الاير البرين ابسس زي الاير بس هنا المشكله في الفرنتال لوب الفرنتال لوب ده ما فيهوش سنترز في ما فيهوش سنتر بتاعت يعني الموتور والسنسور في سنتر بتاعت البيهيفير والايه والبرسوناليتي فتلاقي الواحد على فكره ودي حاجه حصلت يعني كان في استاذ جامعه مشهور طبعا بدون ذكر اسماء الله يرحمه يعني اكتشفوا ان عنده فرنتال لوب تيومر ازاي مره وهو مروح اتصل بعياله قال لهم انا مش عارف اروح نسبتهم فين فالميموري الميموري او تلاقي واحد تاني برضو اكتشفوا ان هو كان شخص هادي جدا وبعدين تلاقوا لقيته بس كان عارف شخصيته اتغيرت عمال يزعق ويشتم وسجد مش طبيعي مش هو ده فالفرنتال لوب دي مسؤوله عن البيرسوناليتي وعن الميموري هتلاقي زي ما اتكلمنا في الايه ممكن يحصل بقى التمبرال لوب بقى موتور وسنسوري ومش عارف ايه والسيريبلم اتاكسيا لا هنا اللي هيحصل تشينج هتحصل بيرسوناليتي وميموري تشينجز اللي هي اللوكال مانيفستيشن ده بالنسبه للبريكس الكابينا الساينس بقى اللي هي دي مهمه شويه هنتكلم عليها احنا هنا خلي بالك بنتكلم على الكابينا الساينس مش بتاعه الساينسايتس بنتكلم على الكابينا الساينس بصفه عامه تمام لان جت سيرتها قبل كده جت سيرتها فين الكابينا الساينس دي في اللاترال ساينس اللاترال ساينس ممكن تعمل كابينا الساينس طيب كابينا الساينس معناها انفلاميشن خلاص كابينا الساينس ثرومبوز يعني انفلاميشن وثرومبوز مش محتاج عبقريه طب الانفكشن هيجي منين بص عشان تفتكر ارسم وش العيان كده بس وش العيان مش محتاج حاجه اكتر من كده وش اخيره وده ممكن يجي من السكن ما هو مش ده في سكن ممكن يجي من الاي ممكن يجي من الساينسز ممكن يجي من النوز ممكن يجي من الاير ومن البق من الفارنس فاي حاجه في الهيد في الوش السكن اوف ذا فيس عن طريق الفيشيال فين الساينسز عن طريق التربون بريكسس الاوربت عن طريق السلمك فينز الفارنس لو فاكرين احنا بنقول على الكوينزي ممكن تعمل كابيلا ساينس عن طريق التربون بريكسس برضه الاير طبعا دي قلنا لاترال ساينس ثرومبوزس هتعمل عن طريق الانتيروز الانتيروبتروزال السوبيرو الانتيروبتروزال ساينسز هتروح للكابينا ساينس تعمل كابينا ساينس ثرومبوز يبقى عشان تفتكرهم كل حاجه موجوده في الهيد تمام الكابينا ساينس دي جوه كل المانيفستيشن تقريبا في الاي ما انت هتشوفها ازاي كابينا ساينس دي جوه في عند البرين فالمانيفستيشن كلها جنرال وفي الاي طبعا خلي بالك تخيل انت لو عندك لما كان عندك دمل كده هنا دمل وتبقى متنيل على عينك وعندك مريض وقرفان وعندك فرانكل يعني بلاش في الدمل عندك فرانكل بتاع في الاكزيلا وتبقى مقرف ومصدع ومتغ تخيل بقى ده واحد عنده ابسس جوه البرين ما كابينا ساينس امبوز دي كانها كانه ابسس جوه البرين فطبعا فيفر مهوله توكسيك فيشيا الشكل العام وحش مش قادر ياكل سيفير هيدك سيفير هيدك والديبلوبيا طبعا عشان عين كل الساينز موجوده في العين كيموزس اوفثالموبليجيا ايكيموزس بروبتوزس كل بقى كل قلبك يخبب لان كل لان كمان الكابينا الساينز دي معدي فيها ثلاثه واربعه
وخمسة واحد من خمسة فكل دول هيضربوا. يعني ايه كيموزس؟ كيموزس يعني احتراق في كونجنتيفال انجكشن او كونجيشن يعني. بروكتوزس يعني عين طالعه تمام. فالعين ده ايه؟ عين بالظريف خالص. طبعا في الفانجس انت حاطه رمد هتلاقي عنده ايه؟ مابيليتي. طبعا الدياجنوز هنا سي تي، وطبعا اهم من سي تي ام ار اي يعني عامل سي تي وكونتراست او ام ار اي. طبعا بقى دي كوسايتوزس والكلام ده يعني ولسه اعرف الحاجات دي كلام مش سيتك يعني، لكن الحاجات المهمه هي السي تي وكونتراست او ام ار اي. مشكله العنده بقى ايه؟ ان هو طبعا الاي ممكن تبقى لوست، ممكن يحصل له مينجايتس او سيريبرال سيرومفلوبايتس، مورتاليتي ريت 30%. يعني ده مش مفروض يحصل، بس صورة العيان ده دي دايت. العيان اللي جاب لكم صورته ده الله يرحمه ده مات. انت بينا الثالث فرنبوس. عشان تفتكر مورتاليتي ريت 30%، يعني كل 10 بيموت منهم 3. دي حاجة فيري دينجرس، حاجة فيري فيري دينجرس. طبعا علاجها انتي بايوتيك، ماسف انتي بايوتكس. طبعا بتلاقي الانتي بايوتك اللي تعدي البراد برين بارير، وطبعا هنا في ثرومبوز فبتدي له ايه؟ انتي كواجلانت. ولو عاش تبتدي بقى تعمل درينج لايه؟ الصنف زي البرين ابسس. انت البرين ابسس الاول بالدرينج ابسس تحل مشكله الابسس، وبعدين تحل مشكله الودن. هنا بقى هنحل مشكله الكافيلا الصنف الاول، وبعدين بنحل مشكله ايه؟ الساينوسايتس. فبندي له ماسف انتي بايوتكس، انتي كواجلانت لو هو كوماتوست كير اوف كوماتوست، وايه افتر كنترول فنتريت الساينس انفكشن. اخر حاجه هنتكلم عليها هي الاوربيتال كومبليكيشن. دي مهمه، وبعدين هنشوف فيديو صغير كده وخلاص. اوربيتال كومبليكيشنز معناها ان الانفكشن وصل للاوربت. طب هيجي منين؟ اشهر حاجه يجي من الدم الابريش، عشان دي الهول الرئيق. هيجي من الاسمودايتس، يخترق الهول اللي هو بين الاوربت والسمول ساينسز اللي هو الدم الابريش وتدخل على العين. او باروسيل بتاعه الفرنتال ساينس يحصل بعدها اوستومايرايتس، فالبوم بقى انفكتد خلاص، فالانفكشن راح داخل على الاوربت. خلي بالك دي الكومنست كومبليكيشن المهمه طبعا، يعني الاوربت متحوطه. يعني الاوربت عندك هنا المجزلة وهنا الفرانتر وهنا الاسمويد ورا كلهم حواليه. بيحصل ايه بقى؟ خلي بالك هنا بنشوف زي ما كنا بنقول في اوتايتس ميديا، بنشوف الباثولوجي. مش اوتايتس ميديا بنقول الباثولوجي كذا السيمتومز كذا، هنا برضو هما ديجريز حسب الباثولوجي، وكل درجه فيها حاجه. وبالمخ يعني حاول تفكر فيها كده بالمنطق، سيبك من الكلام. الانفكشن هنا جنب الاوربت، فاول حاجه يبتدي يعمل شويه اوربت قديمه. انا اوريكم حالات كده عشان نبقى بنتكلم في ايه. اما اوربت كوميونيكيشن بقى يعني قلت كذا محاضره عن اوبتيك كوميونيكيشن في المؤتمرات بتاعت اللي بره. عندي مثلا حالات ايه بقى؟ يعني ميات، لان دايما العيان بيجي بالليل فبيحتاجوا حد يجي له بالليل يعمل له عمليه، فدايما يكلموا لي اللي بقى يجيله 3 الصبح 4 الصبح. فعندي حالات كتير قوي، هندور لكم على اي واحده بقى هتلاقي كومبليكيتد ساينوسايتس. دي عندنا كتير قوي قوي قوي، بس ندور على ايه؟ حاجات فيها صور كويسه. انا في حاجات معينه عايز اوريها لك باينه فيها قوي. ماشي. اول مرحله هنلاقي العيان طبعا مش ده، ده انيل الاول شويه قديمة في حاله مايل، مش كده مش كده. عايز اوريك الاول الحاله المرحله اللي قبليها، بس ده اللي عندنا دلوقتي، يعني ده اللي هطلعها لكم بعد كده عشان ما نقعدش نضيع وقت في التطوير. يحصل شويه يا دوبك اوربت القديم بس. ده حصل نتيجة ايه؟ نتيجة ان الفيلز اتسدت. ودي ممكن تحصل يعني مع اي حاجة. يعني ممكن مع برد عادي تلاقي العين بتسمم.
مفيش فيفر عالية قوي، الحركة العين عادية، الفيجن عادي، كل حاجة. فدي مرحلة بنسميها البريسيبتر سيلولايتس او الاوربيتال ايديما. يبتدي بعد كده بقى الانفكشن يدخل شبير اوستيا، يبتدي يحصل صبر اوستيا الابس، يعني يزق الابسس او برا الاوربت، برا الاوستيا، لكن بيزق الاوربت. يبتدي يحصل اوربت تتحرك، يبتدي يحصل بروتوز، يبتدي يحصل بين جامد، يبتدي يحصل ثرموبليجيا في كومبريشن، ابتديت الامور تتنيل، العين بقى عنده كيموز، عينيه حمراء. المنظر ده تقريبا. بعد كده الانفكشن دخل جوه الاوربت، حصل اوربتال سيلولايتس. دكتور على فكره خدت الكلام ده في الرمض، الموضوع انيل، الفيفر اعلى، البين ازيد، الثرموبليجيا. هنا بقى ابتدى الفيجن يتاثر، ابتدى يحصل له ديمونيشن اوف فيجن، بس ريفرسبل يعني ممكن يرجع. اخر حاجه بقى الابسس ده فرقع جوه الاوربت، فحصل له اوربت الابس، بقت الاوربت كلها ايه؟ ابس. كل حاجه بالاضافه ان هنا بقى الديمونيشن اوف فيجن ممكن يبقى ايه؟ ريفرسبل، خلاص ممكن يحصل اوبتيك اتروفي خلاص. وبعدين الكافيرنا ساينس ثرومبوز. يبقى احنا عندنا، خلي ده كده عشان نرجع له تاني، بريسبتر سيلولايتس الاوربيتال اديما عباره عن انفلاماتوري رياكشن، ده مجرد سويلنج ما فيهوش مشكله خالص. صبر اوست الابسس البص اندر ذا بيروستيوم، بيبقى في بين شويه ليميتيشن اوف ذا اي موفمنت وشويه بروتوز والفيجن نورمال. الاوربيتال ابسس انيال، في فيفر والجينال كونديشن انيال، كيموزس وبسالموبليجيا بروتوزس، وابتدي يحصل ديمينيشن اوف فيجن بس ريفرسبل. الاوربيتال ابسس بقى ايرفرسبل، خلاص ممكن يبقى ايرفرسبل. وكافيرنا ساينس هي دي اللي كنت بدور عليها، وهي هنا دي في الاول، دي شويه اوربيتال قديمة اهم. بس دي على فكره لما عملنا لها سي تي طلع فيها اكسس اهو، طلع صب روس الابس يعني. بس ده منظر الاوربيتال قديمة، جاست شويه اوربيتال قديمة في الاول. تدي اللي عنده انتي بايوتيك وتقول له ايه؟ تعالى لي بكره ولا بعد بكره، تبتدي فيري كلوز مونيتور. لقيته ما بيتحسنش شاكك سي تي على طول، طلع سي تي المنظر كده لازم تدخل على طول تعمل له دريبج. فطبعا هنا الانفستيجيشن سي تي طبعا ده مهم قوي قوي قوي، وفندس عشان تعرف اخبار الفندس ايه. طب يحصل يبتدي يحصل باب الاديما، يبقى ده عينه هتضيع، فلازم بسرعه تجري تعمل له دريبج. التريتمنت طبعا خلاص هتحطه في المستشفى وتدي له انتبيوتيك وتدخل تعمل له دريبج خلاص. طيب هتقول لي اعمل دريبج في كل حاله؟ لا، لو هي فيري مايلد اوربيتال اديما مش كل الحالات هتعمل فيها. طب نجرب ميديكال تريتمنت، طب ما تحسن. خلي بالك نفس الكلام، لو ما تحسنش بعد 48 ساعه، لو في كومبليكيشن يعني الفيجن بيتاثر، او لو السي تي باين من الاول ان في ابسس. خلي بالك هم الثلاثه انديكيشن، الثلاثه انديكيشن للسيرجري بنقولهم كل مره امتى نعمل سيرجري. لو نو امبروفمنت، خلي بالك احنا هنا بنقول لو في كومبليكيشن وهي اصلا ايه؟ كومبليكيشن زي ايه؟ لا في حاجه كده قلناها قبل كده زي الماستودايتس. فاكرين قلنا امتى نعمل في الماستودايتس كورتيكال؟ ما هي اصلا كومبليكيشن. قلنا لو ما اتحسنتش بعد يومين، او لو في كومبليكيشن فيشيال مثلا، تمام، او لو عملت ما كانتش ماستودايتس كانت ماستود ابس. فهي نفس الكلام. طب ما هتقول طب ما هي كومبليكيشن، بس لو في الاول ممكن تدي العين مثلا انتي بايوتكس، وبعدين ايه؟ تبقى متابعه، مش تقول تعالى بعد اسبوع، يجي لك بعد اسبوع دي خلاص ما تلاقيش عينه، خلاص خلصنا. تبقى متابعه كويس قوي، بيتحسن في يومين حلو تكمل، ما بيتحسنش يبقى تجري تعمل سي تي وتدخل تعمل له الدنيا. مش طبعا ما يتحسنش هتدخل هتلاقي غالبا في صب الاوست الاكسس سي تي، او لقيته دخلته النهارده وبعد ساعه. المفروض احنا العيان دول ايه؟ مرتين في اليوم بنعمل لهم اشاره رمض. لو دخلته تديله انتي بايوتيك لقيته بالليل الفيجن اتاثر، خلاص هتدخل ما تستناش يومين. يعني حاجه من دول تكفي، مش لازم الثلاثه. تمام؟ نرجع للعيان بتاعنا بقى، اهو ده العيان. شايفين انا الصوره دي عشان تبين ايه؟ البروتوز. ده بقى السي تي بتاعه. في هنا صب الاوست الابس اهو، شايفين الناحيه دي فيها المشكله. دكتور شايفين داخل جوه الاي. شايفين اوربت الاي فين؟ كل ده الابس. شايفين اي دي؟ شايفين دي؟ ده هنا كل ده الابس. ده الاكزيال كاتس. ده بعد العمليه.
يبقى الدرينج هو ده بقى اللي احنا عايزين نوصله، انك انت نضفت كل ده تمام. احنا فتحنا ده الفريشه بس هي قفلت تاني، نضفنا كل ده، نضفنا شايفين المرزلة ونضفينها والدرينج واسع ازاي. هاجي دي العمليه دكتور. هو المفروض اللي بيشتغل في الاورب دكاتره الاي ان سي ولا الاورب؟ هو دي مش انا مش انا بشرح لكم دي اهي. يعني المفروض لو حد عينه وجعاه كده يروح لدكتور اي ان تي مش رمى؟ لا يعني هو دلوقتي احنا شغالين، احنا مش شغالين في الاورب، مش شغالين في الاورب، احنا شغالين في الساينسز تمام. بس هو الحقيقه لو طفت تسجيل يعني اعرف اتكلم.